نعم ليا، رح ننتقل لفقرتنا التالية لليوم، وضمن مساحتنا الصحية رح نبعد عن الأمراض بأسبابها، عن الأمراض بأسبابها وعلاجها، ونبحث عن وسائل حديثة للطبابة. فاليوم مع التطورات الكبيرة بمجالات الاتصالات المختلفة، يمكن أن نحصل على استشارة وربما جراحة عن بعد من خلال تقنية التطبيب عن بعد، يلي ممكن تكون الحل لكثير من الناس يلي بيتواجدوا بمناطق بعيدة وربما ما بيقدروا يوصلوا. فكيف ممكن يتحقق هذا الشيء؟ رح نتعرف على هذه التفاصيل مع دكتورة يارا محمد، دكتورة بالهندسة الطبية. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. يعني كنا عم نحكي بالمقدمة عن تقنية التطبيب عن بعد، خلينا نعرف أكثر عن هالتقنية وخاصة الهندسة الطبية ودورها أيضا بمجال الصحة. هلا الهندسة الطبية هي كعلم هندسي هو العلم اللي بيربط بين الهندسة والطب، يعني أي مجال في صير تقاطع بين الهندسة والطب نحن صرنا عم نحكي هندسة طبية. لما بننتقل للاختصاص الأعمق واللي هو التطبيب عن بعد، هو كيف نحن بنقدر نستخدم تقنيات الاتصالات والمعلوماتية لخدمة الطب والصحة. يعني ممكن تطبيقات التطبيب عن بعد تكون كتير بسيطة، من أنه لما واحد يرفع سماعة التليفون يحكي مع الطبيب مشان استشارة طبية، وممكن تكون أكثر تعقيداً هي عملية الجراحة عن بعد. نعم. خلينا نحكي شو يعني، كيف يعني؟ يعني هلا مثلا نحن بتعرفوا هلا التقنيات كلها عم تتطور يوم عن يوم سنه عن سنه، عم يصير في عنا تقنيات جديده. سرعه الانترنت والتواصل كانت يعني بضع كيلو بيتس بالثانيه، هلا صرنا عم نحكي بالميجا بيت بالثانيه. فبالنسبه لنا صارت كلياتنا كمان نستخدم هلا الموبايلات، صارت الشبكات الاتصالات عم تتطور وتتنوع. يعني صرنا حتى الموبايل بالنسبة لنا هو أحد الوسائل اللي ممكن أنا استثمرها في خدمة التطبيب عن بعد، وهي يسموها الموبايل هيلث أو الصحة المحمولة. فأنا بالنسبة لي ممكن ببساطة أنه حاول اختزل الزمان والمكان عن طريق هاي التقنيات. طب فينا نعرف مثال كيف؟ يعني مثلا في كتير هلأ تطبيقات، يعني أنا ممكن أعطي سيناريو عن أحد التطبيقات اللي ممكن تفيد بحالات الكوارث. الكوارث يعني مثلا نحن مرينا بأزمة فيها حروب، وكلياتنا كان لنا أشخاص بمناطق يعني احتاجوا أحيانا لإسعافات مباشرة، بس الكادر الطبي غير قادر على الوصول للموقع، أو ممكن بسبب كوارث طبيعية كمان الكادر الطبي غير قادر يوصل للمصابين بالوقت والزمان المناسبين. فأنا شو الحل عندي بهالحالة؟ أنا في عندي تقنية قادرة أوصلها بطريقة ما، يا أما عن طريق طيارات بدون طيار درونز، أو عن طريق يعني مثل كانت المساعدات أحيانا تنزل عند جنودنا بالمناطق المغلقة يعني كتغذية أو شيء، كمان كان ممكن تنزل معهم تقنيات اتصالات، وفيها بعض الأدوات اللي ممكن تفيد أحيانا بحالات الإسعافية الحرجة، وأنه يحصلوا على الاستشارة الطبية بشكل مباشر بدون ما يضطر الكادر الطبي يكون موجود في موقع الحادثة. نعم. خلينا نحكي كمان، يعني هل هي متوفرة على أرض الواقع؟ يعني كتير كنا بنعرف أنه في صعوبات بالمناطق اللي بيصير فيها إصابات، جروح، كوارث. شو مدى توفرها بسوريا على أرض الواقع، وهل استخدمت في مناطق معينة؟ وخلينا نعرف كمان، يعني الهندسة الطبية ما كتير العالم بتعرف أنه شو الهندسة الطبية، شو بتفيد يعني بقطاع الطب والصحة، فخلينا شوي كمان نعطي معلومات عنها كمان. تمام. هلا انا اول شيء رح بلش بالسؤال الاول، انه هلا هي عالميا التطبيب عن بعد موجود بكل الدول المتطوره، صار عندهم البنى التحتيه لحتى يقدروا يطبقوا هي التقنيات يعني، ونحن بندرسها لطلابنا. انا بدرس بكليه الهندسه الطبيه بجامعه الاندلس، فعمليا نحن هون على ارض الواقع بسوريا تقريبا اللي عم نحكي عنه تقنيات اللي تم تطبيقها كثير شيء بسيط، يعني ما تعدت عمليه انه نحن نستخدم سجلات الكترونيه صحيه بالمشافي، تصير في مشاركه للملفات بشكل الكتروني، يعني هي احد تقنيات التطبيب عن بعد بشكل او باخر، بس هي يعني لساتها بالمراحل البدائيه، هي بحاجه لبنيه تحتيه، بحاجه لتعاون عده مؤسسات لحتى انا اقدر نفذ هي التقنيات. يعني انا في سيناريوهات كثير عالميا صارت لما صارت مثلا في زلزال
أحد الدول بأرمينيا اضطروا وقتها يعملوا بريدجينج، عملوا تجسير بين قبرين صناعيين أمريكي وروسي لحتى قدروا يوصلوا كتقنيات اتصال لهي المناطق اللي ما عاد في عندي لا شبكات موبايل فيها ولا انترنت. هلأ في سيناريوهات عالمية كتير وأثبتت هاي التقنيات جدارتها وكمان توفيرها للنفقات الطبية. يعني هلأ لسه بمرحلة هلأ بنحكي شوي أنه كيف أنا ممكن أوفر حتى بالنفقات الطبية عن طريق هاي التقنيات. أما عن موضوع الهندسة الطبية، يعني كمان أنا يعني سعيدة أنه أحكي عن هاي المجال اللي هو عمليا بلش بسوريا التدريس فيه بالثمانينات عن طريق كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية. تقريبا إذا ماني غلطانة صاروا مخرجين لحد الآن شي حوالي 30 دفعة وأقل بشوي، ماني متأكدة من الرقم يعني، بس العدد كان كتير قليل يعني لا ما بيكفي انه يغطي فعلا كل مساحة القطر، لان كانت موجودة بس بجامعة دمشق. كمان هلأ جامعة الاندلس عندك يعني هي كمان احدثت كلية الهندسة الطبية وصرنا مخرجين لحد الان 3 دفعات. وكمان هلأ جامعة تشرين صار عندهم هندسة طبية بس لسه ما خرجوا ولا دفعة. فنحن هلأ لما بنحكي عن الهندسة الطبية هي يعني جزء من هندسة الميكانيك والكهرباء بس أكثر تخصيصاً بالمجالات الطبية. يعني أنا وين ممكن استخدم علوم الميكانيك بالأطراف الصناعية، وين ممكن استخدم علوم الهندسة الإلكترون بالتجهيزات الطبية، أنا وين ممكن استخدم العلوم البرمجية بالأتمتة الصحية. فأنا أي علم ممكن أنه يربط لي بين الهندسة والطب صار هذا هندسة طبية. وكتير ضروري في عملية تجهيز المشافي، تجهيز المراكز الطبية والصحية حتى للتخطيط أو حتى يعني أنا مجرد لإصلاح أيضا يمكن الآلة حتى للمتابعة، يعني هي جزء أساسي يعني من التأسيس للمتابعة للصيانة أو حتى أنا كيف بدي استثمر هاي التقنية. في كمان مجال أساسي أنه أنا مثلا ممكن أجيب جهاز طبي على مشفى تكاليفه ممكن تكون يعني بمئات الملايين الليرات، فبستهلك فيها ممكن الأطباء ككادر طبي ما يعرفوا تماما شو هي كل الاستثمارات اللي أنا ممكن استثمرها طبيا كتقنية. هون بقى بيجي كمان دور المهندس الطبي كيف أنه يستثمر التقنية على أقصى قدر ممكن لخدمة الحالة المرضية. نعم دكتورة، هون خلينا نحكي أنه سوريا مرقت بحرب وظروف كتير بشعة، يمكن الهندسة الطبية أنقذت كتير من المواقف خاصة ضمن العقوبات في كتير من الأجهزة الطبية يمكن، أو في كتير من الأدوات، أو في كتير من الهي في علينا عقوبات ما نقدر نبدل أو شيء. كيف تم إنقاذ يمكن العديد من بمجال الطب؟ هلا كتقنيات هندسه طبيه نحن عندنا فعلا عندنا مهندسين جديرين بالثقه وتعبانين على حالهم. يعني انه طبعا الموضوع الهندسه الطبيه كثير موضوع انه دقيق لانه ما في حدا ممكن انه يعرف بكل شيء، يعني ما في ممكن مهندس طبي يكون يفهم بكل الاجهزه، لازم يكون ابديت دائما. ومثلا في يعني مهندسين مثلا بيختصوا بالتجهيزات الشعاعيه، في منهم ممكن يختص بمجالات ثانيه مختلفه. فعمليا نحن المهندسين عندنا يعني دائما متعودين انه يلاقوا حلول لانه عندهم القدره لايجاد الحل لاي مشكله عن طريق المواد المتاحة. يعني وبشكل أو بآخر يعني دائما بيكون في عنا شوية نقص بس دائما ممكن الحلول أن تلتقى حسب كل ظرف معين وكل مشكلة ممكن أنه ينحطوا فيها. نعم دكتورة، خلينا نحكي عن دقة للتطبيب عن بعد، هل في دقة معينة، هل هو دقيق يعني يغني عن مشاكل أنه عدم توفر يمكن ناقلات الصحة بالمناطق الساخنة أو المناطق الصعبة الوصول إليها، هل بيعطي النتيجة بشكل كتير دقيق وفعلا بيغني عن استشارة الطبيب؟ هلأ أحيانا نحن بحالات الإسعافية الزمن بيكون عامل حاسم لتنقذي روح او ما تنقذيها. ممكن احيانا فرق ربع ساعه بانك تتدخلي طبيا ممكن يعمل فرق بين انه شخص يكون متوفى او انه يكون على قيد الحياه. هلا دائما بتقنيات التطبيب عن بعد بيكون في عندي احد المجالات بيصير في تجهيز سيارات اسعاف مجهزه يعني التجهيزات اللازمه كحالات اسعافيه وبالتجهيزات الاتصالات بحيث انها قادره ان توصل عن عمليه الاتصال لاي نقطه او مركز طبي فيه اختصاصي.
فهون النقطة نحن ممكن نفكر فيها، أنا الاختصاصي هذا هو اللي بده يلعب دور أنه أنا هذا الشخص أنه قدر أتدخل فيه أنه أعطيه الاستشارة الصحيحة أو أعطي التعليمات الصحيحة للكادر التمريضي الموجود بسيارة الإسعاف، لأنه دائما الكادر التمريضي له دور أساسي أنه على الأرض الواقع، بس أنا ما بقدر أنقل الاختصاصي، ممكن يكون مثلا في اختصاصي قلبية أو عصبية مثلا، يكون عندي 3-4 موجودين، أنا هدول ما بقدر وزعهم على كل أنحاء المناطق، بس أنا بقدر وزع خبراتهم عن طريق التطبيب عن بعد. نعم. فهون بقى بيلعب دور أنه أنا كيف ممكن استثمر هاي التقنيات لحتى فعلا وصل الاستشارة الطبية أو التعليمات الطبية الصحيحة للشخص بالوقت والزمان المناسبين. نعم. طيب هاي الثقافة كيف عم يتم نشرها بسوريا وخاصة للأرياف والمناطق النائية؟ هلأ هو يعني أنا مشان نكون صريحة، يعني نحن عم ندرسها لطلابنا على أرض الواقع شوي عم يصير، لأنه يعني بعدنا نحن ما دخلنا بحالة الحرب اللي نحن فيها، ممكن بعض الجهات تعتبر أنه عملية الأتمتة الصحية والاتصالات أنه هي رفاهية، لأن دائما في أولويات طبية، يعني أولوية تأمين الدواء أو التجهيزات عم تكون أولوية أكثر من أني أنا أرجع أبني منظومة من أول وجديد، لأنه لما بدي أحكي أنا عن منظومة تطبيب عن بعد أنا بحاجة لبنية تحتية، يعني بحاجة لتعاون عدة مؤسسات يكونوا في بنية تحتية من تقنيات اتصالات متوفرة، من التقنيات القياسات الحيوية أو حتى التدخل الطبي لازم تكون متوفرة، أنا لازم يكون عندي كمان مراكز قادرة أن تستقبل هاي الاتصالات وتحولها للجهات المطلوبة. فهون النقطة نحن عم نفكر هلأ ما بعد الحرب كيف نحن ممكن نبني هاي المنظومات، كيف ممكن نعمل تشاركية للمعلومات الطبية بين كل المؤسسات الصحية، بحيث أنه لما تروحي على أي مشفى ملفك الإلكتروني يكون جاهز تقدري تحصلي على الخدمة الطبية بدون ما ترجع تعيد التحاليل من أول وجديد. هي أحد التقنيات أنه أنا كيف ممكن كمان شبك المؤسسات الصحية مع بعضها، أتمت شوي يمكننا أتمت وتشبيك، يعني أنه يصير في عملية تشبيك وبنفس الوقت حافظ على سرية المعلومات وحافظ على الخصوصية للمعلومات الطبية للمرضى، لأنه هي كلها بتندرج تحت معايير عالمية، يعني هي متوافق عليها، بس طبعا هي بحاجة لتثقيف للكادر الطبي أنه شو المتاح شو المتاح شو المسموح شو هو المانو مسموح، أنا لوين أنا ممكن وصل بهي التقنية وين حدودي كمان. فهي الموضوع يعني صار تقريبا شبه محسوم عالميا، لأنه هن بالدول المتقدمة طبقوا هاي التقنيات وقطعوا مراحل كتير كبيرة فيها. نحن إن شاء الله يعني بالمرحلة القادمة نكون عم نبلش نأسس لبنية تحتية بحيث أنه صار أي ظرف معين نكون نحن جاهزين، نفس الوقت نقدر نقدم الخدمة الطبية لجميع الأشخاص بأقل تكاليف وبأفضل وأجود خدمة طبية. نعم. خلينا نحكي كمان دكتورة، يعني كثير من المشافي خرجت خارج الخدمة ضمن الظروف اللي مرت فيها سوريا، وكثير من الآلات الطبية تمت سرقتها واستعادتها وكانت معطوبة. دور الهندسة الطبية اليوم بما أنه يمكن صار في تحديثات أيضا على بعض الآلات الطبية أو الأجهزة الطبية، خلينا نقول هل صار في يمكن إصلاح لبعض الأجهزة الطبية بالنسبة للهندسة الطبية، أو حتى جهاز جديد إجا ونحن دائما معروفين بنحاول أنه نلحق الطب أبديت لكل المجالات، فهل كان في كمان دورات يعني تعليمية للتعليم على الأجهزة الطبية؟ هلأ هي دائما بشكل مستمر عم تتم عن طريق طبعا الجهات المعنية اللي عم تقدم هاي التجهيزات، لأنه بتعرفوا نحن المشافي عنا تابعة لعدة جهات، فكل جهة هي اللي بتستخدم التجهيزات الطبية الخاصة فيها، وعن طريق العقود اللي بتصير بينهم بين شركات التجهيزات الطبية بيكون في شرط للتدريب والتأهيل لهي التجهيزات وحتى كمان للصيانة والمتابعة. هلأ مثل ما قلتي حضرتك أنه دائما عم يكون في عقوبات، هلأ شوي التجهيزات الطبية ما كتير اندرجت تحت لأنه تعتبر هاي مساعدات إنسانية، يعني وموضوع أنه العقوبات عليها ما كانت مثل بعض التجهيزات الثانية بشكل أو بآخر. كمان نحن عنا يعني كوادر عم تكون، هلأ أنا ما بدي أفتي مشان يعني أنا بحكي باللي بعرف فيه تماما، أما أكيد أنا متأكدة أنه الجهات العامة والخاصة اللي عم تتعامل مع التجهيزات الطبية أكيد عم تلاقي دائما حل لأي مشكلة عن طريق المهندسين الطبيين المنتشرين هلأ في يعني مجال الصيانة حتى. نعم. دكتورة خلينا نحكي عن موضوع النتائج، هل صار في نتائج حقيقية على أرض الواقع بالعلاج عن بعد؟
عالميا ايه يعني حتى في ابحاث منشوره بسوريا. بسوريا لسه قلت لك التجربه لسه نحن لساتنا هلا يعني عم نحاول نفكر. طب وين خلينا نحكي عالميا مشان هيك نشجع الناس على الفكره. عالميا طبعا الابحاث منشوره والتقييمات كمان موجوده ومنشوره، انه التكلفه اللي عم تكون هلا نحن بنعرف حتى القطاع الصحي دائما عم تكون تكاليفه اما عن طريق الحكومات هي اللي بتوفر الدعم الصحي او عن طريق شركات التامين او عن طريق الافراد بحد ذاتهم. ولما عملوا دراسات وبعد تطبيق تقنيات التطبيب عن بعد اكتشفوا انه في صار تخفيف للنفقات ان كانت على الحكومات او شركات التامين او حتى الافراد. مثلا انا بدي احكي مثلا عن حالي كمواطنه، انا لما بدي احتاج لعمليه استشاره طبيه وحاله طبيه صارت معي وانا بحاجه ببساطه اني اروح لعند طبيب، اول شيء انا تكلفت كتكاليف نقل، ودائما بتعرفوا انه الشخص لما بيكون بحاله مرضيه يعني بيكون اصعب ما يعني عليه انه يتنقل او يكون ببساطه انه قادر انه ينتقل او حتى ياخذ موعد من طبيب. فانا في بعض المنصات الالكترونيه بتصير هي الاستشارات الطبيه عن بعد. نعم. يعني انا مباشره بتواصل مع هي المنصه الالكترونيه بشوف مين الطبيب الاختصاصي المتوفر لحتى يقدر يخدمني طبيا. طبعا هلا ممكن ناس تفكر انه طب انا الطبيب شو الله جابره انه مثلا يرد على يعني تساؤل طبي بدون مقابل. طبعا هي المنصات الالكترونيه عددكم هي منظومات كامله بيكون فيها يعني بتكون مدفوعه يعني حسب الوقت اللي استهلكه الطبيب مع المريض بتكون مدفوعة، بنفس الوقت بيكون المريض دافع اشتراك إن كان لشركة التأمين أو حسب شو نوع الخدمة المقدمة أو بشكل إفرادي. فبالحالة أنا بكون كمريض دفعت أقل، الطبيب بيكون استثمر كل الوقت الفارغ تبعه إنه كمان بعملية إنه هي بتكون بالنسبة له استثمارية خلينا نسميها ماديا كمان، لأنه نعرف كل الأطباء بيقضوا كل الوقت عم يردوا على تليفونات لاستشارات طبية. طب هلأ صارت استشارة طبية وموثوقة وموثقة يعني حتى بتكون لها يعني قانونية معينة إنه في مسؤولية لأنه بتكون كلها مسجلة. وبنفس الوقت أنا بكون إن كان شركة التأمين أو الحكومات اللي هي عم تقدم هاي الخدمة كمان بتكون وفرت من النفقات على المريض وعلى الطبيب. وإذا دخلنا شركة الاتصالات كمان بالآلية لأنه عادة كمان بتكون شركة الاتصالات، فأنا صار عندي منظومة كاملة استفاد منها كل الأطراف وقدمت الخدمة بأقل تكاليف وأسرع وقت. نعم يعني خطوات كتير مهمة لكن بحاجة لكتير من الجهد والعمل لتكون دقيقة مثل ما بنقول. إن شاء الله يبصر النور هالمشروع بسوريا على أتم وجه وتمشي الإجراءات بسهولة حتى يعني يكون مطبق على أرض الواقع. إن شاء الله. نشكرك على وجودك دكتورة وإن شاء الله كم نحكي أكثر عن مجال الهندسة الطبية بحلقات قادمة. إن شاء الله أكيد. شكرا.